يلزمو وقوف تام ومن بعد يغزر والوقوف والوقوف في بلاصه اللي تسمح لي قدام لا تسمح له برقبة الطريق في كلا الاتجاهين ولا تحجب عنه اي زاويه عن نظره بمعنى كي يقف قدام بلاك ستوب باش يداول تقف الوسيله توتالمون تقف وقوف تام يشوف على يمينه ويشوف على يساره ويخرج فوالا كان موقفش تعتبر هذيك راهي مخالفه وشنو العقوبه نتاعها مازال تمشي هي وقت ذاك هي مخالفه والمخالفه هذه معناها لازمك تقف طيح فيتيس وتعدي بريمير وتعاود تخرج والأربعة بالضبط وهي جنحة تستوجب تحرير محضر عدلي وحالته على أنظار العدالة والمثول أمام القضاء بالمحكمة المعنية والمختصة الترابية وعادة ما يصدر حكم بحكم قضائي بعقوبة مالية تفوق عادة 200 دينار وعدم خلاص الخطية المالية هي يمكن أن يعرض صاحبها إلى تتبعات عدلية ومثال كعقل أو عند الإعلام بالحكم الغيابي عنده حق المعطى يعمل اعتراض وبالنسبة للمخالفين في الجرحة هذه المذكورة ويحبوا يسألوا شنو ما قال خاطر باعتبار ما جاتهم حتى شيء مش يسألوا لدى القبادة المالية المختصة ترابين وين يقيم حسب بطاقة عاتب العنوان نتاعه وبطاقة التعريف الوطني هو المحضر يكون عون معناتها واقف الغادي ويعدي لك محضر هكا ولا يعمل المحضر هي مش كيما الرادار معناتها ينجم تكون ما في بالكش وتعدى لك رادار لا 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 عون موجود يد موجود وعون مختص عون مرور مختص عنده ضغط العادية باش ينجم يعمل لك المحضر العادي واضح والاعتراض كيفاش يصير معناتها على الاعتراضات على الاحكام هذه هي لدى العدل لدى العدل لازم ما يثبت ونمشي للعدل واضح احكينا على العقوبات القانونيه ولكن رغم ذلك اليوم التوانسه قاعدين يحرقوا في بلاك ستوب صحيح احنا من 1 جانفي الى حدود البارح وعشرين حد في مجرى نهر الحر السوري. كيفاش داخل مناطق عمرها هذا خارج معناتها طرقات المرقنة هذه. هكا ولا. نجع عليهم 5 قتلى و36 جريح. رقم كبير جدا. بالنسبه في المجموع من 1 جانفي لنهار 8 شرطه وحرس كان 91 حادث. نجع عليهم 6 قتلى. 91 حدث في جرة حرق بلاك ستوب 6 قتلى 136 جريح هكا 132 جريح 91 حدث رقم كبير برشا معناتها كان هكا بشويه تأني شويه تريث نحترموا إشارة المرور 91 حدث هذوما ما صاروش بالضبط هو العدد تاع الجرحى والقتلى ما ينجمش يكون عارمانجم يكون كالاستهتار بمجلة الطرقات وبالإشارات المرورية نرى وعادة بلاك ستوب نقاها في إما مفترق إما مفترق ولا في الداخل معناتها باش تدور من طريق رئيسية إلى طريق فرعية معناتها نورمالمون اللوجيك يقول لازمك تنقص وتقف وتشوف يعني مش حاجة وبلاك ستوب واضحة معناتها من بعيد ما مش حاجة تفرقك ولا تخليك ما تحترمش الحكاية كلها حكاية راهي ديسكوغ مش يكونوا العدد هذا لولا كان أن هو شيء هو يحب يحدث دونت أنا شو قدش هذا راهو بدون اعتبار الحوادث اللي تصير واللي تكون فيها ديكا نتاعها ديكا ماتريال هذوما الحوادث اللي هما كانوا ديكا كورفورال جاتني على ما نحكيش على قداش خسرنا من الكهرباء وقداش لا مش من الكهرباء بدون اعتبار بدري هذاك ما اعتبرش حادث وشوف هيئة التأمين قداش وقداش تتفتح وقداش وقت ضايع وقداش قداش في واحد سكر كاتب وقعد يغزر ويستنى في الأسيرونس 40 ثانية لما خسرتنا أرواح وخسرتنا جرحى وخسرتنا أسطول خسرتنا برشا حاجات لاحقة
من نوعي وديما نقولوا معناتها على الحاجات اللي نذكروا بهم مثالش ما واحد يقول لك عدي الكود عندي برشا مش راح نذكروا بالكود اخرى نذكروا بالنتائج الوخيمه اللي عدم ربما احترام لشرطه المرور وتطبيق قواعد الجولان ثم نحكيوا ايضا زاد على النتائج الوخيمه لذلك والقانون شنو يقول في ذلك. حبيت نشكرك جزيل الشكر سيد العقيد سفيان السيدي سيد الفرعي السجل الوطني الجولان مره بعد معنا تنورنا بالارقام يعطينا وبالدليل ها وشنو صاير كي ما نحترموش القانون وكي اليوم قاعدة من قواعد الجولان ما نحترموهاش ونطفيو عليها ضوء طفي الضوء تنجم تطفي الضوء على اشارة مرور تنجمش تطفي الضوء على روح من الارواح التي ازهقت ولا جرح تعبد ولا دقدقة كرهبة متاع مواطن ولا فلا هذوما كل ما نتصور الضمير كيقعد يأنب فيك حياتك الكل على خاطر تسبب شي حركة كي هكا. مرحبا بكم الناس الكل العشرة 38 دقيقة على موجتنا. La première émission DJ.